قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري واتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، حيث بلغ عدد الشاحنات 8 شاحنات تحمل مشتقات بترولية. يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه سكان القطاع من أزمات كارثية في الماء والكهرباء والغذاء جراء سياسة التجويع التي تتبعها قوات الاحتلال. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. بعد التحية في هذه المتابعة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أمام معبر رفح البري، نرصد الوضع الخاص بالمساعدات الإنسانية، حيث لم يستقبل المعبر على مدار اليوم سوى 8 شاحنات تحمل مشتقات بترولية اتجهت إلى معبر كرم أبو سالم، ومن ثم أفرغت حمولتها ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. أما عن المشهد الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وخاصة بحق المدنيين، إسرائيل تستخدم فيها أكثر من سلاح. السلاح الأول من خلال سماع دو انفجارات عديدة في أماكن ومناطق متفرقة من قطاع غزة، يؤكد استمرار القصف العنيف والكثيف والمستمر بحق المدنيين في قطاع غزة. هذا السلاح يؤدي إلى سقوط الكثير من الشهداء والجرحى والمصابين. أما إذا تحدثنا عن السلاح الآخر وهو الموت البطيء، من خلال اتباع إسرائيل لسياسة التجويع وإفقار القطاع عن طريق التعنت أمام المساعدات الإنسانية سواء الإغاثية والغذائية والطبية ومشتقات البترول وغيرها، هذا المشهد في حالة من الرفض والتباطؤ وأيضا التعنت والإغلاق أحيانا في عدد من الأيام التي توجد ضمن أيام العمل الإسرائيلي والعطلات الإسرائيلية فيما يخص معبر كرم أبو سالم. هذه الحالة من التعنت أمام المساعدات الإنسانية تؤدي إلى إفقار وتجويع أيضا القطاع والمدنيين والموت البطيء. هذه من خلال السياسات التي تتبعها إسرائيل خلال هذه الحرب، اتباعي أكثر من سلاح، سلاح الغارات وأيضا السلاح الآخر هو سياسة التجويع لأهالي القطاع. وإذا تحدثنا عن عدد هذه الشاحنات التي تدخل المعبر، منذ فترة بعيدة كانت تتجاوز المئات من الشاحنات، أما اليوم لم تتجاوز سوى 8 شاحنات عبرت من معبر رفح البري. هذا هو المشهد، وعودة إليكم.